وحشتوني جدا جدا، ورجعنا لكم تاني يا جدعان تنزيل فيديوهات بعد فترة غياب طويلة كده جدا حوالي 4 شهور بسبب الدراسة يعني وامتحانات وكده، بس الحمد لله رجعنا تاني وبادئين النهاردة بتنزيل لعبة BIE3 العودة ليها ونشوف الاجواء فيها. نزلت انا على قناة التليجرام لو صوتيا نحب نبدأ ايه فيديو جديد وكده، طبعا الناس طلبت لعب مني لعبة BIE3، ولو لقينا ناس بتلعب صغيرات والكلام دوت احنا برضو معانا الصغيرات بتاعتنا وهننزل برضو ندوس ونتعامل. من غير ما اطول عليكم يا جدعان يلا بينا نخش نبدا في الفيديو على طول، جاهزين؟ يلا بينا. فاتحين اللعبه اهو دخلنا، بس اتمنى يعني الناس تكون بتلعب نضيف لسه بقى وكده، اصل انا من ساعه ما سبتها كانت الناس بتلعب صغيره. اهو رجاله بعد ما فتحت معانا اللعبه وحطيت الحساب بتاعي والميداليات هي زي ما انتم شايفين، يعني كل حاجه زي ما هي، كان الحساب دوت انا كنت حافظه تمام عشان لما عوزت ارجع للعبه او كده برده، وكان عندي حسابين تانيين بس والله وزعتهم لناس تانيه عشان في ناس بتدخل تكلمني وتقول لي عايزه حسابات وكلام من دوت، وايه تعمل لي يعني حساب وعايزه ميداليات والكلام دوت، بس للاسف والله انا يعني الحسابات اللي عندي كلها خلصت. يلا بينا نخش بقى، نخش على الفعاليات على طول كده رجاله. يلا بينا هنختار مباراة الموت الجماعي دي طبعا، ومعانا بقى الاسلحه اللي انا كنت بلعب بيها، انا اكتر حاجه كنت بحب استخدمها اللي هو اسلحه اللي هي قناصه الكوز ديت، دي كانت احسن حاجه بالنسبه لي، وبرده القطع 45 ده فيها هجوم جامده جدا، احسن سلاح الصراحه. انا بتكلم على اللعب اللي هو النضيف يعني، انا تمام مش بتكلم على اللي هو التجريبي والحاجات دي، انا بحب اللعب النضيف ده الصراحه بيمزجني يعني، بحب العب لعب نضيف احسن. وبس يلا بينا نتك اللعب نخش. وهو رجاله دخلنا الوضع المجاني دوت، فده التلج تمام اهو، تعال بقى نشوف الدنيا عامله ازاي، واحد بقاله كتير ما لعبش اللعبه فايه هتلاقيه مستوى نازل خالص يعني. ايه يا جدعان ما حدش جاي ولا ايه؟ اهو الضرب هناك شغال اهو، اتنين بيضربوا في بعض، واحد معاه شوت جن وايه الجن ده يا ابيض اهو، يبلع صح يبلع صح، لو مطور الشوتجن بتاعته كمان. اوحش حاجه في الوضع المجاني ده يا جدعان مش تعرف مكان الواحد كده، ممكن يطلع لك من تحت الارض، احنا ناخد حذر بقى مع بعضينا كده. اهو ضرب فين ضرب فين، اهو الضرب قدام نبعد عشان ده شوتجن طبعا. فين ده راح فيه؟ وبعدين بقى بس بيقرب جار بيقرب، عايز يجيب الشجان. يا نهار ابيض بجيب منين ده؟ شوف التالت تيتو، ايه الشغل ده يا جدعان؟ السنايبر مش هينفع يعني. يا نهار ابيض ياه، فاضل له واحد هيديها لي دلوقتي. يلا عود يا ابن اقعد يخرب بيت دي. لا مش هينفع سنايبر هنا، مش هينفع سنايبر مع دول. بحط ايه طيب؟ تعالى انت يا عم هنعمل ايه طيب؟ سنايبر مش هينفع مع شوت جنات يا رجاله. ايه ده؟ فين انا في الارض ولا فين؟ في واحد بيدفع حد ضرب على ده، الوضع المجاني ده حاجه الوضع المجاني ده حاجه رخمه قوي. تعالى كده معلش كده معلش ده يا جدعان في ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه العمل بقى دلوقتي؟ موت يا ابني. ايه النخل ده؟ خايف واحد يطلع لي من الجنب دلوقتي. هو بيضرب الضرب من ظهري. فينك يا عم؟
يا ابني انت بتعمل فين؟ موت يا صاحبي، موت يا صاحبي، تاتف عليا بازوكا يا صاحبي. تحديني؟ 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 ما حدش يتحداني، ما حدش يتحداني. بيحدف عليا بازوكا يا جدعان. الايمو ستوري. طب مش عايز مين؟ هو بيسحبني، انا قلت بيسحبني. مين اللي بيضرب فيا يا جدعان؟ بص يا جدعان، احنا نزلنا الجيم تاني عشان الجيم اللي فات ما عجبنيش والعيال معاه شوتجنات، بس على الاقل بيلعبوا نضيف يعني، ما فيش صغيرات، ما فيش ناس صغيرات. يا نهار ابيض، الجيم ده شكله مجزره. يلا بينا يا رجاله نشوف الجيم ده بقى ايه الدنيا فيه. واحده واحده كده مع بعضينا، يلا بينا. احنا كسبانين فرق عالي، واحد اهو. تعالى يا صاحبي. عاش. ايه ده هريم؟ عاش هريم والله. عارف هريم دي يا جدعان؟ صديقتي يعني كده، الشخصيات المحترمة. بس انا حاسس ان احنا بنلعب لوحدنا بقى كده، احنا الاثنين على واحد بس. ايه ده يا جدعان؟ يا مالك يا جدعان، فين المتعة يا جدعان؟ الجيم في اهو، واحد نزله شكله عربي. يا نهار ابيض، شكله مطرش اللي نزل ده. واحد في الظهر، واحد في الظهر، واحد في الظهر. طب يا صاحبي، عاش يا ريم والله. ريم جابت في واحد كمان التصايب وكده يا جدعان، يا رب يكون ضدنا برضه. ايه ده يا جدعان، انا جبت من ظهر ازاي؟ ايه ده؟ مين اللي قتلني؟ هو ابتدينا يا عم، واحد صغر يا عم هو جه. لا حول ولا قوة الا بالله. لسه بنقول ايه ده؟ خد النيلة السودا. شايف الصغرى؟ شايفين الصغرى؟ شايفين الصغرات؟ يا ولاد اللذينة. كفينه ده بقى، نقتله ازاي ده بقى؟ احنا ماشيين حلوة يا جدعان، لعب نضيف يا جدعان. ايه ده كمان ده؟ ايه العمل دلوقتي ده؟ تبلع صح. الصغر ده يا رب يكون طلع، اللي هو بيلعب صغر ده. احنا كسبانين، ماشي يا جدعان، نكسب جيم حتى. تعالى تعالى صح. يلا هوي، ما جاش. هتطلع يا صاحبي، يلا مفيش غيره ده، يلا بينا. خلي بالك يا ريم، هيجيب كريم، وخلي بالك. قلتلك يا ريم، الناس بتلعب نظيفه اهو. تمام، انتصرنا الجيم اهو يا جدعان، تمام. وبس كده، انا حبيت بس انزل فيديو كده العوده بلعبه بقى سري زي ما الناس طلبت، بعد ما انا نزلت التصويت على قناه التليجرام. وهو صح، لو انت مش مشترك في قناه التليجرام هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن، اشترك. وبرده ما تنساش تعمل لايك للفيديو دوت، وتكتب كومنت حلو برده كده، وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. وبس كده يا جدعان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.